سلطت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي عقد مؤخرا في نادي الصحافة السويسرية في جنيف سلطت ضوء على الفضائح القطرية التي تشوب ملف استضافتها لنهائيات كأس العالم 2022. وركزت الفيدرالية في تقرير حديث على الانتهاكات الحقوقية التي يتعرض لها العمال المنخرطون في أعمال الإنشاء الخاصة بالمونديال وشبهات الفساد التي تلف طريقة اختيار قطر لاستضافة البطولة، فضلا عن تورط الدوحة في دعم التطرف. وتقول نتائج التقرير أنه في ظل انتهاكات قطر القوانين الدولية وممارساتها المنتهكة لحقوق الإنسان عبر الاعتداء على حقوق العمال، يجب إعادة النظر في استضافة قطر للبطولة. ويشير التقرير إلى أن مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر تؤكد أن أنشطة الأخيرة الإرهابية تزعزع الاستقرار في المنطقة وتؤثر سلبا على الأمن الإنساني في المنطقة والعالم. وتكشف النتائج أنه رغم بعض الإجراءات القانونية والإدارية التي طبقتها قطر أخيرا، فإنه لم يحدث تحسن في ظروف معيشية وعمل العمال في قطر. ويحذر التقرير من أن دعم قطر وتمويلها للأنشطة الإرهابية سيكون له توابع تؤثر على كأس العالم، حيث هناك احتمالا أن تشن بعض جماعات الإرهاب هجمات خلال الحدث، ما يضر بهؤلاء الذين سوف يشاركون فيه. وفي نتائج التقرير تعبر الفيدرالية العربية عن اعتقادها بأنه يتعين على المجتمع الدولي أن يحاسب الأفراد إلى جانب قطر والفيفا عن الفساد والأنشطة الإرهابية وانتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بقطر.